جمعية التعليم والتنمية في بوروندي، دعوة تعليم تنمية. محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا وإن كان كمفحص غطاء بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي له أن يجاورك يا الله؟ قال: أين عمار المساجد؟ قال: أين عمار المساجد؟ صححه الإمام الألباني. ففضل بناء المساجد كثير جدا في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه الأرض شاهدة لمن بنى هذا المسجد. فالذي بنى هذا المسجد نبشره بشهادة هذه الأرض له يوم القيامة بين يدي ربه، تقول: يا رب، أقام علي مسجد يؤذن فيه المؤذن 5 مرات في اليوم والليلة، يا رب، يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة، يا رب، يجتمع فيه المسلمون لصلاة التراويح في رمضان، يا رب، يجتمع فيه المسلمون ويتعلمون، يا رب، يجتمع فيه المسلمون ويقتدون بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنها بشارات، تتلو بشارات لمن بنى هذا المسجد. فكلما غدا مسلم إلى هذا المسجد فهو في ميزان حسنات هؤلاء الذين بنوا هذا المسجد. كلما جاء صغيرا يتعلم في هذا المسجد ويحفظ كتاب الله ويحفظ سنة رسول الله فهو بإذن الله تعالى في ميزان حسنات من أقاموا هذا المسجد. كلما شهد أن لا إله إلا الله وأعلن إسلامه مسلم جديد في هذا المسجد فهو بإذن الله تعالى في ميزان حسنات هؤلاء. ونبشر من بنى هذا المسجد بأن المساجد في بوروندي ليست للصلاة فقط، بل هي منارة للتوحيد وتدعو إليه، فيسلم فيها غير المسلمين، يأتون إلى هذه المساجد فيعلنون إسلامهم ويتعلمون فيها، ويتعلم فيها النساء ويتعلم فيها الأطفال. فهي ليست للصلاة فقط،
فهي منارة للتوحيد وشعاع ينتشر منه دين الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن بنى هذا المسجد. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولإخوانه ولأخواته ولأزواجه ولذرياته ولمن يصل إليه ويصلون إليه، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع به قدرهم واكتب به أجرهم وتقبله اللهم منهم واجعله خالصا لوجهك الكريم. ارفع اللهم به عنهم الهموم، يسر اللهم لهم الأمور، أصلح اللهم لهم الشأن، تجاوز اللهم لهم عن الخطايا. آمين. اللهم آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اغفر لمن دلنا على هذه الأرض ولمن حضر ولمن شارك ولمن سعى ولمن اجتهد ولكل من كان سبب في إقامتها.